إذن أول شيء نقدمه لكم هو الجهاز الهضمي. إذن هذا هو الجهاز الهضمي. شفناه خلال الدورة الأولى. إذن هناك أنواع كثيرة من التغذية، لنقوم بتناول بعض مواد غذائية لزلمة وتتم عملية هضم وامتصاص المواد الغذائية لكي تتحول في الأخير إلى مواد قيت نيتخيم، خصوصا يتم عملية الهضم على مستوى الفم ثم على مستوى المعدة والأمعاء الدقيقة. ولا ننسى بعض مكونات أخرى مساعدة للهضم من بين البنكرياس والصفراء الموجودة بجانب الكبد. إذا تتم عملية امتصاص المواد القيت إلى الدم، عملية امتصاص تكون على مستوى المعي الدقيق انتستان غايل. بالنسبة للمواد الغير القابلة للهضم يتم التخلص منها. إذا هذه عملية تسمى عملية الهضم والامتصاص. ولا ننسى الدور الذي يلعبه اللمف كذلك، كاين هناك الدور الذي يلعبه بشكل كبير الدم في عملية الامتصاص أو نقل المواد القيت إلى الدم من خلال هذا العضو ما يسمى بالمعي الدقيق من الدم إلى باقي الخلايا الجسم. ثانيا تعرفنا على في الدورة التبادلات الغازية، تعرفنا على التنفس والتبادلات الغازية التنفسية ثاني أكسيد الكربون وثاني الأكسجين. التبادلات الغازية تكون على مستوى الرئتين بيسير. وعندما علاقة بالجهاز الدوراني لا سيركيلاسيون سانغين، كاين ما يسمى بالدورة الدموية القصيرة تجمع بين القلب والرئتين. هنا بالخصوص تتم عملية تصفية الدم من ثاني أكسيد الكربون. هذا هو المهم في هذه الدورة الدموية القصيرة، خصوصا هنا عندما يأتي الدم من أعضاء الجسم يكون مشبعا بثاني أكسيد الكربون ثم ينتقل إلى الرئتين ثم إلى العودة من جديد إلى القلب إلى باقي أعضاء الجسم، وهذه تسمى بالدورة الدموية الكبرى المعروفة جدا. تتم عملية تصفية الدم كذلك على مستوى الرئتين والكليتين. إذا على مستوى الرئتين تتم تصفية الدم من الغاز ديال ثاني أكسيد الكربون الذي يكون شيئا ما ساما، وكذلك المواد العالقة في الدم. تعرفنا سابقا عن المكونات من بينها البولة والحمض البولي خصوصا، إذا الأصل ديالهم من أحماض أمينية أو بروتينات. إذا تتم عملية تصفية الدم على مستوى الكرياتين، يكون هناك شريان دموي ثم الشريان الكلوي ثم الخروج منه إلى الوريد الكلوي.
المصفى تماما من جميع المواد السامة. ثم يطرح البول النهائي خارجا، يورين، هناك مكونات ديال البول النهائي، نيوري، أسيد يوريك، كذلك أمونياك وأسيد إيبيريك، ولا ننسى كذلك الماء وجزء من الأملاح المعدنية وجزء من الماء وجزء من الأملاح المعدنية. يحتاج الجسم خصوصا العضلات خلايا، لأن هناك خلايا تحتاج إلى مواد القيت وكذلك أكسجين، خصوصا من بين مواد القيت والجلوكوز السكريات والأكسجين لإنتاج الطاقة. ومن بين فضلات الخلايا هناك ثاني أكسيد الكربون وكذلك باقي الفضلات يطرح في الدم ثم تصفى عن طريق التنفس على مستوى الرئتين أو على مستوى الكلياتين.